الحقيقة أنه من الكتب الأكثر مبيعاً لشخصية الحلقة دلوقتي هنتكلم فيها معاكم هو أستاذ الطب النفسي والأديب يحيى الرخاوي، وهو ليه طبعاً أكثر من 40 كتاب أشهرهم حكمة المجانين وعلم النفس تحت المجهر، وكمان حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأداب عن روايته المشي على الصراط. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ولد الدكتور يحيى الرخاوي عام 1933 في القاهرة، بدأ مشواره في الطب طبيباً لأمراض البطنة، ولكنه فضل التحول إلى تخصص الأمراض النفسية. حصل على دبلومة فيها عام 1961، وعمل أستاذاً للطب النفسي بكلية طب قصر العين بجامعة القاهرة. كان للدكتور الرخاوي مساهمات ثقافية وعلمية، صدر له العديد من المؤلفات، وهي حوالي 40 كتاباً، من أشهرها حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، ومبادئ الأمراض النفسية. عمل مستشاراً للطب الشرعي بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، تولى لجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة لعدة سنوات. حصل الطبيب والأديب الدكتور يحيى الرخاوي على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته المشي على الصراط عام 1979. قدم العديد من الإسهامات في مجال الطب النفسي حتى لقب بعميد الطب النفسي. فارق الدكتور الرخاوي عالمنا عن عمر ناهز 89 عاماً في ديسمبر عام 2022.